ساعتين ونص. عزيزي المشاهد، كلنا عارفين ان السيد المسيح كان كل كلامه حق، وكان لما يقول الحق الحق اقول لكم، وشهد لي اعدائه قبل مريديه انه كان وجيها في الدنيا وشرحوها، يعني الذي لم يصنع خطأ، يعني كان زي الفل. كلمات السيد المسيح صادقة، بيبرهن على الصليب في بشارة يوحنا 3:14، بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي، هو كده لازم أن يرفع ابن الإنسان. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وكلنا عارفين إيه اللي حصل في البرية مع الشعب لما بعد عن الله، سلط عليهم حيات يسميها الكتاب حيات محرقة، اللي تلدغه يموت في ساعتها. على نفس المنوال السيد المسيح بيقول زي ما موسى رفع الحية والناس بصت ليها بالإيمان عاشت، أنا كمان لازم، ينبغي، ضروري بالطريقة دي أرفع على خشبة، عشان كل واحد بتلدغه حية الخطية إبليس وينظر إلى المصلوب المقام الحي إلى أبد الأبدين هيحيا. ولحد النهاردة الناس مقسومة نصين، نص مش مصدق هو حر، والنص التاني صدق هيكسب الحياة الأبدية. بص للمصلوب الحي المقام، المسيح قالها من قبل ما يصلب بعدة أسابيع قبل الصليب، وقال لا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يبقى المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش؟ ما يجريش بقى واحد بعديها ويقول لي يا عم ده كلام مش مظبوط، ده ما اتصلبش وهو ما عندوش أي برهان على كده. السيد المسيح كان يقول الحق وشبه نفسه بالحية النحاسية اللي ينبغي أن ترفع، مش كده ولا إيه؟